أبو خالد رجل فقير لا يمتلك مصدر دخل يمكنه من توفير احتياجات أسرته، يقضي يومه بالتجول باحثاً عن عمل، سرعان ما يتحول الأمل لدى أبي خالد في جلب شيء لبيته إلى يأس بعدما أغلقت الأبواب في وجهه. لكن باباً فتحه أهل الخير عبر توفير سيارة صغيرة للنقل لأبي خالد كي تحقق مصدر دخل لأسرته. فلنكن سبباً في قصة نجاح تغير حياتك.